ما انا عايز اقول لكم ان الموضوع اصله على بعضه مش حته لا يتجزأ. يعني النقطه دي انا مش هبعد عن الموضوع اللي الزملاء كانوا بيتكلموا فيه اللي هو فكره الارهاب يعني، لكن هو الموضوع كله على بعضه بقت، اقصد اقول بقى في نقاط تواصل كثيره جدا او خطوط تواصل كثيره جدا او نقاط تماس كثيره جدا بين بعض، بين الموضوعات وبعضها البعض. انا في النهايه عايز اوقع مصر، انا في النهايه عايز اوقع مصر. قدر الله. طب اوقعها ازاي؟ ازاي اوقعها والدوله ماشيه بالطريقه ديت؟ من فضلكم اللي بيتكلم، اللي بيتكلم من لو سمحتم، اللي مسمحتم، انا بقول لكم والله كلام مهم قوي، بقول لكم كلام مهم قوي. فهو الفكر، انت عايز توقع مصر، هتوقعها ازاي؟ مش هتوقع مصر الا لما جيش هيقع. طول ما هو واقف كده، طب ما هو 2011 وكل المؤامره اللي اتعملت كانت اتعملت على وزاره الداخليه وعلى وزاره الدفاع. ليه؟ عشان دي مراكز الثقه التي تستطيع ان تحمي الدوله من السقوط في ايدي هذه القوه. تستطيع. طب ما نجحش، طب نخش نجرب ونقود الدوله. طيب لما نيجي نقود الدولة ونفشل في قيادتها فشل ذريع جدا جدا، ليه؟ وانا قلت الكلام ده قبل كده، انت متعلم حاجة واحدة بس، متعلم حاجة واحدة، وعلوم بناء قيام الدول دي قصص تانية خالص. انت مش عايز حتى الكلام اللي انا بقوله ده، بقوله ده انا قلته لكل القوى السياسية والدينية اللي انا قابلتها وانا مدير للمخابرات الحربيه. قلت لهم ما عندكمش مركز دراسات واحد، ما عندكمش، فانتوا ازاي هتبقوا جاهزين لاداره الدول وانتوا حتى الفكره العلم علم الدول انتوا مش مهتمين بيه. ارجع بقى تاني، فالارهاب زي ما قلت كده، انت وانت بتعالجه يا بتزيله خالص يا اما بتضعفه وتبتدي كل شويه تراجع وتشوف وتطمن ان عمليه الضعف اللي موجوده فيه دي نجحت وبقى الجسم بحاله كويسه. اثناء العلاج ده كله الجسم ضعيف وفي اضعف حالاته. في اضعف حالاته، فممكن لو ما خدناش بالنا يروح مننا. طب لو الاصابه ما اتعالجتش الجسم كله يروح ونفقد الانسان او نفقد الدوله يعني. لو ما كانش ده موجود، استخدم الارهاب في تدمير سوريا، استخدم الارهاب في تدمير ليبيا، بيستخدم الارهاب النهارده في دول في وسط افريقيا، وكان النهارده الهدف منه في مصر نقطه انطلاق من منطقه معينه في اتجاه الدوله المصريه واستنزفها. بقى لنا 6 سنين قاعدين بنستنزف طاقات عسكريه وطاقات ماليه وطاقات معنويه. هو كل أسرة قدمت شهيد أو مصاب ما تألمتش سواء كان بشكل مباشر أو حتى المحيطين بها، إحنا ما تألمناش؟ لما النهارده نلاقي أبنائنا في الجيش والشرطة وحتى اللي في الشارع وحتى اللي في الكنيسة وحتى اللي في المسجد ما تألمناش عليهم وبنتألم عليهم ولا نسينا؟ لا ما نسيناش، ما نسيناش ومش هننسى. فاللي انا عايز اقوله بس ان المعالجه والمواجهه بتكلف كتير وبندفع عليها ثمن كبير. وبقول على المستوى العالمي بقى، على مستوى الدول اللي فيها الموضوع دوت، هذه الدول لن تتقدم، والفصل بينها وبين التقدم بقى هايل. في علوم اسمائها مش معروفه عندنا، احنا منشغلين في يعني في الكلام دوت وسايبين اسباب التقدم الحقيقيه اللي الدول سبقانا بيها بعشرات ويمكن اكتر من عشرات السنين. فالارهاب جاي عشان ال 55 دوله دول يفضلوا كده، ما يتقدموش ابدا، ما يتقدموش ابدا، ويفضلوا لا مؤاخذه في ديل الامم في خراب ودمار، وهم لا مؤاخذه محط
أنا آسف إن أقول التعبير ده، يعني يا ترى أنتوا حاسين الناس شايفة الإرهاب بتاعنا ده عامل إزاي؟ يا ترى الناس بتاعت الدين شايفة تأثير عدم المواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني إزاي؟ تبدأ إنك أنت متأخر 700-800 سنة في تفسيرك يعني ما بقولش خالص ثوابت، ما بتكلمش خالص في ثوابت، ما حدش يقدر يتكلم في ثوابت بما يتلائم مع العصر اللي احنا فيه. مش مصدق لغاية دلوقتي انت بتتكلم متخلف عن الموضوع 700-800 سنة ورا، وبالتالي اللي بتقدمه هو بيصطدم مع الحياة ومع المجتمع ومع الإنسانية ومع تطورها. وربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ينزل أديان تصطدم مع التطور، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وبكرره، اللي تصطدم مع الدنيا. هو خلق الدنيا عشان الناس تفضل تضرب في بعضها يعني؟ لا. هل الإرهاب بقى زي ما الزملاء قالوا كده في زيادة ولا في انحسار؟ للأسف في زيادة. الإرهاب في العالم في زيادة، في زيادة، والنهاردة بنشوف اللي بينزلوا من زي ما قالوا كده، إذا كان في 42,000 ولا أكتر من سوريا ومن إدلب، وقبل كده لما خرجوا السنة اللي فاتت وقالوا هيجولكوا في مصر وهيجولكوا في ليبيا وهيجولكوا في وسط إفريقيا. النهاردة والدول مش مستعدية أنها تدافع عن نفسها بالشكل المناسب، لا قدرتها الاقتصادية ولا قدرتها العسكرية ولا قدرتها الأمنية تقدر تجابه الموضوع ده. فالظاهرة مش بخوف حد، لكن أنا بقول إن هي الظاهرة زي ما تقال كده للأسف يبدو إن هو وحش وخرج عن سيطرة اللي هم أطلقوا. ما بتنسوش في دول يعني ألهمتها الفكرة سنة 92 و93 وابتدت من الوقت دوت تعمل يعني وسائط للاتصال وتبني يعني مع هذه الجماعات عشان تستخدمها بحيث انه يديها وزن وثقل حقيقي في التأثير على المنطقة وعلى الساحة الدولية بشكل أو بآخر.